احسن لاعب في برونز كريتير. هذا الشيف لور، كنت عارف الشيف لور ها هو سليم فيه كل البروتينات. اش كتاكل؟ وريتيهم اش كتاكل؟ جميع انواع الخضار والروز وال How will you serve the world? What do they need that your talent can provide? So the effect you have on others is the most valuable currency there is. ثلاث الحوايج طراو في البلوغ اللي داز طاح ليا الغوريلا بود دخل فيه واحد الصاد كليماكس وديشارجات ليا الكاميرا داكشي علاش ما صورتش داكشي داكشي علاش ما صورتش داكشي حكا واحد المشروع فين اللي كيعرف شي سميه بغا يقترحها قولها ليا في الكومونتير اللي تحت ولا في فيسبوك ولا في شي لعيبه دابا غنمشيو غنسكيطيو وغنشوفو شنو كاين مين دار يلا نبدلو حوايجنا بعدا يس دابا مزيان طب ولكن هادي ولا هادي واه طيحت شي حاجه هادي صافي اختاري شو مزيان Let's go. كي دار رجلي باي باي goodbye. شوف شنو دار لي بعدا فوكس 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 مع الطب باي ان شاء الله سي يو الغوريلا طاحت ليا في اونفا بليس ما عرفتش كيفاش تهدر طاحت المهم كنت داير انا في جيب سكيت كنت دايرها انا في جيب صاف كيسكيت السكيت ديالي كنت دايرها في جيب ديالي هنايا ما عقلتش المهم كنت كندوي في التليفون التليفون كيتلف بزاف كنت كندوي في التليفون شد الغوريلا شد الكاميرا ما عرفتش كيفاش تودرات ليا واش طاحت من الجيب ولا ولكن ماشي مشكل حيت كبرت على الخضرنا ودابا كنجيب باك باك باش ما تبقاش طاح ها كلشي في الباك باك ما يبقى حتى حاجة نجرب هاد اللونج بورد نجربو اللونج بورد زوينة على الرايد في كازا صراحة باش تقدر ترايد على خاطر كاين لا حفاري لا والو كتصطم على كلشي مكاينش سكيت ابسط حاجة صغيرة وراه تقدر طيح ولكن صعيبة تمشي بلا ما تنقص بلا ما دير حتى شي حاجة تبقى غادي بحال هكا هكا حيت هادي ثقيلة شوية ما كتصلحش لي اولي وداكشي كتصلح غير الطريق ولكن غنجربو كيفاش نقزو بها شوفو كيفاش غاتجي سليم another one سليم كي داير انا المهم كان سكيتيو الرول مون باينه غي خاصني ناخذ رول مون داخل مشكله مع الرول مون ديما كتخرج ديك الحاجه ديما طلبات ما كيتقاداوش كنت باغي كاميرا خديت كاميرا دابا عاوتاني خاصني باتري باش نبقى نصور على خاطر دابا واخا كنصور وانا مزير خيط غير ديشارج الباتري مشكله ديما هذه هي الحياه ديما خاصك ملي كتاخذ باك خاصك تقرب لاباك تاخذ ديبلوم ملي كتاخذ ديبلوم خاصك تخدم ومني تخدم خاصك تشري الدار وهي غدا اسمح لكم استاذي صات لا عيط لي حدا ولا نسيتي فرونسي اسمح لي ما وقعتش بيت ليك الصات شكرا المهم بس هنا خاصني نمشي نسكت نمشيو لواحد الليدج دابا قريب على هنا سبوت على اخر النيت ديما كنقصرو فيه نمشيو نقصرو فيه شويه
اليوم هذا المعارف خاوية. الوقت عاوتاني ما كاينش باش نغرانديو والو ناش في القضيه فرانس كيطيو شويه بينا سويت ديشارج الباتري لا ديشارج الا ما ديشارجاش غنمشي ونشوف وقنت واحد اخر المهم غنسكيطيو شويه في هذا الليدج هذا هو الحل بلاك ليدج زوين خفيف ظريف قصير هو على التقصار عاوتاني طرا واحد اللان ولكن هذه المره مع السروال من التحت خاصني دابا نقصر بشويه ماشي لا قصرت بزاف غنرجع للدار ديكابوطابل ووو نايس اغلبيه في كازا مكاينش بحال هاد البلاط هذا كاين عارف المعارف هاد البلاط كيخليك تمشي مزيان سوا اي واحد سوا واحد غادي مسكين كوندي كافي سوا واحد غادي على سكيت على بيكالا كتمشي عادي مزيان اغلبيه البلايص عامرين غير بالزليج داك الزليج اللي محفر اللي ما عندوش تفائده كيجمع غير الغبره والاوساخ وما كيخلينا نديرو حتى حاجه ما كنسكيطيو كيف راه السكيط كيف راك الناس كيزلقو ملي كتكون شتا كاينين شي وحدين كيبداو يبغيو يضرقوا الشمس بالغربال كيقول لك المغرب زوين دابا عاد زد صافي تقطع السروال كله شنو غنديرو دابا دابا ما يدير مشكل تقطع لي السروال وانا تقطعوا لي الشوز جانا الشوز منين تشوفوا شي شوز بحال هكا ماشي حيت ما عندوش فلوس ولكن حيت سكيتر الجوار سخون وبرد شوية ديال السكيت وديال التقصار وديال الخروج بطبيعة الحال ندير واحد السيسيون زوينة هنايا في البنكة بيم سي او وسالم معلق ليه ومون بيكالا كيتفرج فينا معرفتش علاش من الصباح هو حاضرنا حيت كانت الكاميرا فيكسيا جا هو يوقف واش كنقاني على الكاميرا واش كيتفرج في السكيت واش كيتشمش ولا كيضربو البرد جاوبو على السؤال It's the most valuable currency there is. كان ضربو كي قابي واحد تريك في هذا الليد القاب خليته ناس ورجع